لا يمكن زيارة جانات دون المرور على تينتغر، هذا الموقع التراثي السياحي الذي يحمل حضارة التاصيليين أو الطوارق. نزع الحذاء لدخول الموقع الأثري ليس تقديساً له، بل من أجل الحفاظ على تاريخ يحاكي آلاف السنين قبل الميلاد. كان تينتغرت كاين هذيك المرسومات، كاع الناس جايجي لي ثم نحن ماذا بينا استحفاظ لهذه المنطقة، ماذا بينا استحفاظ على المنطقة هذه، ماذا بينا الناس يجي كل وقت، صح ماذا بينا استحفاظ. الناس انت بكري رسموهم هذاك التصويره، بكري كاينين الخوينات هذا كا هنا يغيشوا هنا، وكاين الماء هنا كا مبلول، والناس انت بكري كي داير والتصور كاينين الخوينات هنا يغيشوا هنا في تاسي اللي ناسهم. تعد منطقة التاصيلي المركز الرئيسي لحضارة كبيرة، أين وصل التاصيليون القدامى إلى درجة كبيرة من التطور، فتجسيد معتقداتهم وكل تفاصيل حياتهم على الجدران الصخرية. وخير دليل على ذلك رموز نجدها اليوم على أوراقنا النقدية. والله العظيم ما كنت نصور باللي راح نتلاقى بمكان كيما هادو، الجرافير هادو ما قال لي سقسيت عليهم قالوا لي صادات 12000 سنة. المنطقة الأثرية هذه منطقة عالمية، ما هيش عادية، خاطر ما نظنش نلقاو فهمتني الرسومات اللي في الصخور هنا موجودين في برشا مناطق في العالم، وبالذات منطقة جميلة، ناس مرحبين بينا مزيانة فهمتني، وماذا بيا كل ما ينوي الاتجاه إلى السياحة يتجه إلى هذه المناطق في الصحراء الجزائرية. أرض قاحلة لم تعد تصلح أن يسكنها بني البشر، لكن ماضيها الخصب أضحى تذكارا مرئيا منقوشا بصحراء طاسلي نجار.